قناة لو دي جي تي في ومستمعي قناة لو دي جي راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الجرينتا اللي من خلاله كنعرفوا بمجموعة من الرياضات ومجموعة من الأبطال اللي نجحوا في هذه الرياضات. اليوم معنا رياضي وبطل في جوج رياضات، جودو وسامبو. اليوم غادي نحاولوا نتقربوا منهم أكثر. حضور ياسر، مرحبا بك معنا. شكرا بزاف، شكرا على قبول الدعوة. شكرا بزاف سلمى. أول سؤال نوجهه لك ياسر، هو قدم لنا راسك. أنا ياسر بوحسون، عندي 23 سنة، كنسكن في مدينة سلا، وكنلتحق بمنتخب الوطني ديال الجودو وديال السامبو. وأول رياضة بديتي بها هي رياضة الجودو؟ هي رياضة الجودو. بديتي في 2003؟ في 2003-2004، فاش عقل بالضبط. نسولك علاش اختاريتي بالضبط رياضة الجودو؟ شكون اللي شجعك باش أنك تمارسها؟ رياضة الجودو صراحة غير درتها غير هكاك، ما زعما ما كنتش شي واحد اللي يدني ليها، ولا دخلني الوالد ليها صغير، دخلت ليها كان مع المدة كنشوف راسي كنتطور فيها، صافي بقيت غادي في ديك الرياضة غادي مزيان. في الأول كنت غادي شوية ضعيف، ملي كنت بوسا ميني جينيور كنت ضعيف، حتى وليت سينيور في الأعوام الأخرانيين ديالي، وليت مهم وليت مزيان تما صافي وليت مزيان. في 2018 التحقت برياضة السامبو، وليت كنلعب رياضة السامبو، وليت كنشارك لانترناسيونال بطولة عالمية والحمد لله. وفي رياضة الجودو نطلب منك تقربنا أكثر من هذه الرياضة، الفلسفة ديالها كيفاش كيدوزوا لي كومبا، كيفاش كنجحوا في الامتحانات؟ رياضة الجودو كتعتمد على الصحة والتكنيك في نفس الوقت، ماشي كتعتمد بحال رياضات الآخرين كيعتمدوا مثلا على التكنيك ولا على، هي كتعتمد عليهم بجوج، خصك تكون صحيح وتكون كيفاش تكون بقارور في اللعب ديالك، يعني ما كتخافش باش تقدر تغلب على الخصم ديالك. اما الا كنتي كتلعب حشومي ولا صعيب تغلب عليه، انت تكون ظريف في الحياه ديالك، تكون ظريف ولكن وسط الطابق خصك تكون واحد اخر. وشنو هي اول حاجه خصنا نتعلمو باش نمارسو رياضه الجودو؟ يعني اول درس خاص الواحد يتعلم؟ اول حاجه كتعلم في الرياضه هو لي ديبلاسمون ديال 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 لادفيرسير، كتخصك تكون يعني حيت الرياضه ديال الجودو صعيبه ماشي بحال الرياضات الاخرين كما قلت لك، كت فيها لي كوميكاتا القبيط لوصول، يعني صعيبه بزاف، يعني خصك ايطاب ايطاب، يعني صعيب تعلم ليها مثلا في مده ديال 3 سنين عامين، ضروري خصك تضرب مده طويله باش تعلم ليها. وانت ياسر تحقتي بالمنتخب الوطني للجودو في 2017. عاود لينا على الشعور ديالك ملي تحقتي بالمنتخب الوطني، وكيفاش وصلتك للانفيتاسيون؟ 2017 كنت درت بطل المغرب، كنت باقي جينيور، اخر عام عندي في الجينيور، كنت درت بطل المغرب والتحقت بالمنتخب الوطني، كنت فرحان بزاف، اول مره غندخل المنتخب الوطني. المهم التحقت بالمنتخب الوطني، كنا كندخلوا لي ستاج كنخرجوا، ديفلوبيت في المنتخب الوطني حيت الخدمه ديال المنتخب الوطني ماشي هي ديال الكلوب، الكلوب كتكون خدمه محدوده، يعني واخا كيحاول يدير معاك الاستاذ ديالك جميع المحاولات اللي تخدم بها، ولكن ضروري ليكيب ناسيونال كتكون فايته واحد شويه، كيكونوا اصلا لي زاتليت بزاف كتخدم مع هذا غوشي، هذا اليمني، هذا كيخدم كروازي، يعني كتبدل كتولف تخدم مع جميع لي ستيل ديال اللعب، تما كتطور راسك في اللعب ديال الجيدو ماشي بحال لي كلوب. وفي 2018 بديتي كتلعب السامبو؟ لا 2018. كيف جاتك فكره انك تلتحق بالسامبو؟ شنو هو الاختلاف ما بين السامبو والجودو؟ ما بين السامبو والجودو الاختلاف اللي كاين ما بيناتهم هو الجودو كتلعب غير الفوق، مثلا يدك ما خصكش تقبض الرجلين، مثلا ما تقبضش الرجلين. السامبو لا كتلعب ليبر، تهز مثلا الخصم ديالك تهزو ملي ما بغيتيش، تقدر تهزو من رجليه، تقدر تهزو كامل، يعني عادي. الجودو في شويه القانون بزاف معقد، يعني خصك تخدم شويه ستابل، اي من الفوق عندك من الصمطه الفوق كتخدم كوميكاتا، يديك ما يقيسوش الرجلين. السامبو لا كتخدم ليبر، كتخدم ملي ما بغيتيش تقدر تقبض. هذا هو الفرق اللي ما بين الجودو والسامبو. والتحقتي بالمنتخب الوطني للسامبو حتى هو في 2018؟ التحقت به في 2018، كنت صراحه السامبو ما كنتش قاعد دايره في بالي بانني شي نهار غادي نلعبه. واحد النهار كنت جالس ما بيا معليا، قال لي الدري واش تلعب السامبو، اقترح عليا تلعب السامبو، قال لي انت مزيان في الجيدو، ما كنت كندخل لي ستاج ديال الجيدو وما كانتش كتعطيني فرصه في الجيدو نلعب الانترناسيونال. وقال لي صاحبي واحد الدري صديق ديالي، قال لي واش تقدر تلعب السامبو، تقدر تعطاك فرصه في السامبو؟ قلت له ماشي مشكل، لعبوا طلعت لعبت بطوله المغرب، درت بريمير بلاص،
صافي مع درت بريمير بلاس التحقت بالمنتخب الوطني في كازا، التحقت معاهم خدمت معاهم عجبت لي كوتش الخدمه ديالي، كنخدم ما كاينش زعما شي حاجه اللي كنضحك، وقيت الضحك الضحك وقيت الخدمه خدمه صافي. جات من موراها دوزنا لي ستاج في روسيا، كنا دوزنا ستاج في روسيا 20 يوم. ديك الساعه باقي انا ما كنعرفش القانون ديال السامبو مزيان حيت اصلا كنت كنلعب الجيدو. دوزنا ستاج في روسيا 20 يوم ديفلوبيت، وليت كنفهم السامبو شنو هو. وهادي من موراها لعبنا لافريك، كنا لعبناها في تونس، درت شامبيون دافريك الحمد لله. صافي من تما واش بقى غادي المسيره ديالي زوينه في السامبو. وهنا كنتي كتمارسهم بجوج يعني كدير جوج؟ كنت كنمارسهم بجوج، ولكن في 2000 ملي بديت السامبو في 2018 2019 2020 ملعبتش الجيدو، كان الكونفيرمو د كورونا. 2019 هو ما كانوش بطولات بزاف صافي. حتى 2021 عاد لعبت بطوله المغرب الجيدو ودرت بطل المغرب. كيفاش كنتي كتقدر توفق ما بين جوج د الرياضات جودو وسامبو، كتبريباري فيهم بجوج وكتحقق فيهم القاب؟ حيت الجيدو دابا هو كنت ملي كنكون مثلا كنبريباري الجيدو نفس الوقت كنبريباري السامبو. غير هو السامبو كما قلت لك يعني كتلعب ليبر، هو راه ما كاينش الفرق ما بين السامبو والجيدو. انا كنتريني مثلا في سلا حيت انا كنسكن في مدينه سلا، كنخدم الجيدو كنتريني الجيدو وما كنترينيش السامبو، ولكن ملي كنمشي لي ستاج في كازا ولا ستاج انترناسيونال كنحاول تما فين كنخدم السامبو، تما فين كنديفلوبي السامبو وراسي في السامبو، حيت السامبو ما كاينش بزاف في المغرب. هو اصلا رياضه ماشي اولمبيه بحال الجيدو، الجيدو رياضه اولمبيه. هذا هو الفرق اللي ما بين السامبو والجيدو. وف في 2018 لعبتي في تونس، لعبتي شامبيونه دافريك ودرتي بروميير بلاص. عاود لينا على هاد التجربه ديالك كيفاش دارت في تونس. في شامبيون دافريك 2018 جميع الاقسام ديالي اللي لعبت معاهم كيلعبوا سامبو، وانايا كنلعب معاهم. ملي كندخل الكومبا ديالي كنلعب بجيدو، كنلعب واقف، وفي السامبو خصك تلعب شويه محني، ما خصكش تلعب واقف. تلعب شي واقف كتكون في الريسك، يقدر الخصم ديالك يمشي رجليك ولا بحال هكا صافي. انا كنلعب جيدو وسبحان الله ربي عاوني وخدمت الجيدو ديالي انا، يعني شي حوايج اللي ديال السامبو اللي دخلت قلالي اللي دخلتهم في الروندوري وقدرت نتغلب الحمد لله. وفي 2021 لعبت شامبيونات دو موند. في 2021 لعبت شامبيون، لعبت قبل منها في 2020 شامبيونات دي موند، ولكن خسرت بريمير شور، كانت تنظمات في كوريا الجنوبيه، ولكن كنت خسرت مع الخصم اوزباكستاني. شوما صراحه واحد ديال اسيا، اوزباكستان اذربيجان، الرياضه ديالهم يعني عايشين فيها بحال كتقول لي رياضه شعبيه بحال حنا الكره. كتفيق كتلقى الكره بحال هكا، هما صعيب عندهم في السامبو الجيدو، يعني كيتغدى بالسامبو وكيفطر بالسامبو، يعني صعيب تغلب عليك، تلقى عائلته كامله كدير سامبو. كنت خسرت بريمير شو مع اوزباكستاني في 2021، كنت لعبت شامبيون دي موند في اوزباكستان وكنت تغلبت على خصم فرنساوي ودومينيكان، ولعبت مع الكازاخستاني، خسرت مع الكازاخستاني ودزت الروبي شارج. لعبت مع البلجيكي ودزت، لعبت على التروازيام خسرت مع مع الكازاخستاني على التروازيام. درتي 5ام بلاص. درت 5ام بلاص. وفي 2022 رحتي بروميير بلاص في شامبيونا دافريك. شامبيونا دافريك. ولعبتي كوب دي موند. وي كوب دي موند. ودرتي 2ام بلاص. درت شامبيونا دي موند شاطئيه. هي اللي لعبتها في هي اللي كنت لعبت في اسرائيل. هي اللي كنت لعبت فيها بطوله العالميه الشاطئيه، كنت لعب في البحر. عاود لينا على هذه التجربه كيفاش دارت. التجربه زوينه هذه، ما عمرني لعبتها، اول مره لعبتها هي هذه المره بطوله شاطئيه. كانت شويه قاصحه حيت كانت منظمه في واحد الدوله اللي راكي عارفه المهم، وكانوا ملي كيسمعوا المغرب يعني الدوله العربيه الوحيده اللي كانت مشاركه هي المغرب، ما كانتش دوله عربيه اخرى صافي. يعني كتدخل شويه ملي كيشوفوك انت مغربي ورابح مثلا واحد اسرائيلي ولا كذا، كتجيهم في شكال يعني، حيت هما عندهم ديما في عينيهم واحد القضيه ديال العرب، ولا مثلا ديما زعما هما ضعاف قدامنا حنايا في الكومبا ولا في روندوري، ولا ملي كيشوفوك ربحتيه ولا مثلا درتي واحد المجهود كيتصدموا ما كيفهموش، كيقولوا ما يمكنش صافي. ملي شافوني تغلبت ودير دوزيام بلاص هما يديروا تيست دوباج، صحاب ليهم كندوبي حيت ما دخلتش لهم العقلهم كيفاش هذا الانسان غادي يدير دوزيام في بطوله عالميه شاطئيه هكا وما لقى والو. ما لقى والو الحمد لله، كل قوراني موقف دابا. ولا سولتك ياسر على الوضعيه الحاليه ديال الجودو في المغرب. الحاله الوضعيه الجودو صراحه ما عرفتش كيفاش نقول لك، زوينه وما زويناش في نفس الوقت. هي
الجيدو مزيان، انا كيعجبني، انا الجيدو كيعجبني بزاف حيت كبرت فيه واول رياضه بديت، ولكن كاين شي حوايج كيوقعوا في الجيدو في شكل. مثلا كتلعب بطوله المغرب، كدير بطل المغرب، يعني نورمالمون هذيك البطوله الوطنيه هي اللي كتحكم في الاتليت اللي غيشارك في الانترناسيونال ولا اللي غيدخل مع ليكيب مصر. انت ملي كدير بطل المغرب، ما بحال في 2018 داش بطل المغرب، ما لعبت حتى شي بطوله انترناسيونال، ما دخلت لا لي ستاج لا حتى شي حاجه. علاش؟ ما عرفتش، ما تعطاتكش فرصه، ما تعطاتنيش فرصه، وما سولت ما حتى شي حاجه. سولت اساتذه ديالي وكذا، ولكن ما عرفتش السبب علاش، واش انا ماشي مغربي ولا ما عرفتش. نقدروا نقولوا هادشي اللي خلاك انك تمشي، هادشي هو اللي خلاني مشيت للسامبو ولعبت السامبو كثر من جيدو يعني خارج المغرب. ولا سولتك على الوضعيه ديال السامبو هنا في المغرب، يعني واش كل واحد كتعطى حقه في هذه الرياضه؟ السامبو حاجه زوينه اللي كاينه في السامبو هي مثلا ما كيقولوش مثلا هذا عنده الاقدميه خصو يبقى، مثلا واخا يخسر يبقى ولا السامبو. مثلا انا مثلا كنلعب في الميزان ديالي، خسرت وهذاك جا شي واحد دار بطل المغرب، غيديروا لي بري سيليكسيون انا وياه، بحال كتقول لي امتحان انا وياه، اللي ربح في ذاك الامتحان هو اللي غيشارك، هو اللي غيمثل، هو اللي غيمثل الرايه المغربيه. الا ما عندوش ذاك هو قديم عليك، زعما قديم عليك ولا عنده مثلا واحد الكارير قديم ولا لا، ما كيعترفوش بهذه. ومع ذلك زعما كاين رياضه السامبو ماشي رياضه اولمبيه، يعني ما كتدخلهمش واحد الميزانيه اللي بحال الرياضات الاولمبيه ولا يعني وهكاك. وكومين وإلا جاتك فرصة أنك تختار ما بين جودو وما بين السامبو، شنو تختار؟ ما بين جودو وما بين ما صراحة ما أقدر نجاوبك على السؤال، حيت جودو عندي واحد المعزة ديالو في بلاصو، والسامبو كذلك عندي معزة ديالو في بلاصو. هو شي واحد اللي كيدير مثلا الأغلاط ولا المسؤولين ولا هذوك كيتحملوا مسؤوليتهم، يعني ماشي مشكل. هذا كيتسمى عرقنا حنا، بحال كتقول لي كتخدم يعني راه كتعرق في الطابي كذا، يعني بحال كيضيعك، ولكن يتحمل مسؤوليته. ولكن انا كرياضه كسبور جيدو كنبغيه، كندويش لك على مسؤولين ولا لا، انا كندوي لك على جيدو كجيدو كنبغيه، والسامبو كذلك كنبغيه. وشنو من الاهداف ديالك مستقبلا؟ الاتليت، اي اتليت يمكن غتسوليه في المغرب ولا في العالم، غتسوليه يقول لك الهدف ديالو هو يكاليفي لي جو اولمبيك، يشارك في لي جو اولمبيك. هذا هو وجه مثلا تنظن اي اتليت غتسوليه تقولي ليه شنو هي الامنيه ديالك ولا، يقول لك لي جو اولمبيك ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ياسر وصلنا لنهايه الحلقه، وقبل ما نساليو وقدام الكاميرا نخليك لما تبغي تقول كلمه شكرا، وشنو الرساله ديالك للمشاهدين اليوم؟ نبغي نقول شكرا للاساتذه اللي وقفوا معايا، وبالاخص انت الوالده ديالي والاخت ديالي اللي يعني كيساندوني ماديا ومعنويا، والاساتذه ديالي استاذ عيلام استاذ عماد. وشكرا، شكرا على قبول الدعوه ياسر. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، تكلمنا اليوم على رياضه الجودو ورياضه السامبو مع البطل ديالنا ياسر، شكرا على قبول الدعوه. مرحبا. شكرا مشاهدينا الكرام على مشاهده الحلقه، وكنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده مع بطل جديد. شكرا.